عاد العد العكسي من بعد الانتظار قرر عن نفسي بنفسي بإيدي آخد قرار اخلق من حزني ويأسي من حبس الانكسار كسر حيطاني وشمس تضوي عني المدار عم يبدا العد العكسي لا عمر وشكل جديد لا بكرة يقرر عني ولا قدر اللي بيريد لا اشكي الحظ طال ولا هالقلب الوحيد غرق زوايا امسي يا هالجرح العميق وبعيش حياتي لاول مره حلوه وسعيده مجنوني حر لو حارسلها بايدي ما بندم على الماضي بندم على Naya. Raven Beauty. Thank you. You're so nice. I have a very charming wife. Welcome to Egypt. ألو نعم؟ ألو مساء الخير دكتور. نعم تفضلي مين معي؟ معك منال غريب، أخته للمريض عاصم غريب. دكتور ممكن أخذ منك موعد؟ عفوا حضرتك عم تتصلي خارج وقت العيادة. أنا ما فيني أعطيكي موعد. اتصلي بالسكرتيرة هي بتشوف الموعد المناسب.
إيه بس أنا كنت بظن إنه العلاقة بينك وبينه مباشر، ما فيها مواعيد. مثل ما حضرتك بتعرف، أخي شخصية إلى نفوذها وإلى وزنها، وكل الأطباء أصحابه. يعني بدك ما تغزيني مدام على قلة خبرتي بمجال الأعمال، بس يمكن لو المريض كان عم يتابع جلسات متواصلة عندي بالعيادة كنت تذكرته. طيب بعتذر دكتور، فيني استشيرك بمجموعة أدوية حضرتك كنت وصفتهم إله، تحديداً هو عم يمر بأزمة بعد وفاة زوجته؟ مدام الحل إنك تاخدي موعد، أوكي؟ أنا ما بعطي استشارات على التليفون، لازم شوف الملف. مرسي دكتور، تعبتك معي. مرسي على العشاء. على فكرة الجماعة طلعوا كتير مهضومين. مرسي على حضورك. عايز أقولك أنت النهاردة عملتي جو يجنن، الناس حبوكي أوي، أنت عملتي فيهم إيه؟ عملت واجبي. طيب بقولك ما تيجي معانا بكرة شرم الشيخ؟ خير مالك ساكتة ليه؟ طيب كل حال سوري، يعني أنا أسحب سؤالي. مش فاهم يعني تاخدش ان طلبي يضايقك ويقلب مودك بالسرعه دي. نايا في حاجه مضايقاكي انا ما اعرفهاش. ولا شيء اكيد ولا شيء. يا دوب تلحقي تنامي، بكره الصبح عندك شغل مهم جدا. زعلت؟ عادي، بس انا بقى مش مرتاح للمزاجيه الغير مفهومه دي. ولو هلا هيك طلع معك بالاخر انا مزاجيه؟ هو في ايه؟ انت ماسكه على الواحده ليه؟ مش موضوع مزاجيه يعني، بس انا عايز افهم برضو ليه المود اتقلب مره واحده كده ومن غير اي تفسير. المفروض ان انت انسانه ناضجه مش بتاعت حركات. شي كتير حلو، مزاجيه وبتاعت حركات، وقبل كده هبله ومجنونه، شو كمان؟ الله، تجرالك ايه بالظبط؟ ما احنا لسه كنا مع بعض وكنا كويسين وكان المود حلو ومهيبره كده ومتحمسه وعامله جو حلو في القعده. الوالد الالماني كله حبك على فكره، من حبهم فيكي أنا عرضت عليك إنك تيجي معنا شرم الشيخ. ده خلاف طبعا إن أنت عندك خبرة في المشاريع دي بالذات، يعني وجودك بصفة رسمية، ما أنتش طالعة سياحة. وهذا الشيء رح يزعل نهى ولا لا؟ لا مش هيزعل نهى. ما في اثنين بيختلفوا على إنه نهى بتغار عليك. حتى لما تعشينا مع بعض عرفت وسمعتني حكي، وبصراحة خوفني منك. والله ممكن اعرف بقى ايه اللي اتقال بالظبط؟ بس توعدني ما تجيب لها سيره. وانت بتكلمي عيل صغير، احكي ايه اللي اتقال. قالت انه انت عم تتبع معي نفس الخطوات يلي اتبعته معه. يمكن هي متامله فيك، يمكن مفتكره انه انت وعدها بشي، وهلا عم بتحس انك عم تتخلى عنه. ده بقى سؤال ولا تحليل؟ عم فسر مشاعره. وانت يهمك في ايه؟ ما بدي نهى تفهم سفرتنا غلط. براحتك. صباح الخير. Thank you.
احضر حالي لفنجان قهوه. جاي على بالي اقعد على الشط شوي لبين ما يفيق عاصم، نشرب القهوه سوا، شو رايك؟ طالما القهوه ما راح تروح علي. كيف ملاقيتي لي عاصم؟ امبارح حكيت مع دكتور من نفسي. والله يا جبران عاصم كل ما له عم يتراجع، صار بحاجه لتدخل من دكتوره. انا كنت مفكر انه بس نايا هي اللي بتروح لعند الدكتور، او على الاقل يلي متاكد منه انها كانت تاخذ حبوب مهدئ. معقوله يكونوا عم يشوفوا نفس الدكتور؟ وارد كثير، لانه علاقتهم كان بلفها بعض الغموض. سوري، عن جد سوري منال، يمكن انا ما إلي حق احكي عن هذا الموضوع. بالعكس بالعكس جبران، انا بدي افهم. اساسا انا تقصدت افتح سيره الدكتور النفسي قدامك، قلت يمكن بحكم الجيره تعرف اي معلومه ممكن تفيدني كيف بدي ساعد عاصم. مني ما رح تستفيدي كثير، لانه مثل ما سبق وخبرتك انه ما كان صار لي زمان بعرفهم، بس من الجلسات النادره يلي قعدناها سوا قدرت كون انطباع مش اكثر. اللي هو علاقه عاصم بنايا هي علاقه تملك، علاقه استحواذ. يعني عاصم كان بيتمنى انه نايا ما تحكي مع حدا او تشوف حدا. والجلسه الاخيره على البوت خلتني اكتشف هذا الشيء، اكتشف نوعيه هالعلاقه اللي بيناتهم. شو اللي صار؟ بالاول بلشت القصه على اساس انه هن تاركين البلد مسافرين. نحن هيك تعاملنا مع الموضوع على انه رحله وداع بحريه باعتبار انه انا اللي عزمهم. تاري لا، هن كانوا عاملين تمثيليه حتى يغطوا فيها طلاق. طلاق؟ ايه. وهذا الطلاق كان مطلب طرف واحد بس. طرف نايا. لما انكشفت الاوراق خلى كل واحد منهم عن قناع البرستيج الاجتماعي. مشهد ما راح انساه كل حياتي. لاول مره بشوف نايا هالانسانه الرقيقه الناعمه بهيدي الشراسة. كان بدها الطلاق بأي شكل حتى لو كلفها هالشي حياتها. وهيدا اللي صار. هالشي خلى عاصم يتحول من إنسان راقي أنيق عنده هيبة لحدا. حدا شو؟ قول لا تنحرج جبران. صار يتلفظ بألفاظ غريبة ما بتليق أبدا بشكله الخارجي. عاصم غريب، غريب كيف موقف واحد بحياة الإنسان ممكن يحوله لشخص ما بتعرفيه. تصوري هجم على رفيقة نايا وضربها قدام جوزها بس لأنه كانت عم بتدافع عن حقها بالطلاق. منيح ما رفعت دعوة عليه؟ مع إنه كان فيها، هي محامية، بس مجرى الأحداث راح لغير محل، محل مأساوي كتير. خلى هالحدث البسيط التافه يكون ماشي قدام الانتحار. فيني اتعرف عليها؟ ليلى؟ بعد ما تمرق على العدلية بتمرق على محكمة التمييز، بتجيب معك جدول مواعيد الجلسات التالية خاصة بهالقضية بالذات. حاضر. ما بدي ولا ورقة تنقصها ولا طابع ولا ختم. ما تعتلي هم. ما بدنا نعطيهم حجة بالتأجيل. على أكيد يا ناجي. يلا بالإذن. يعطيك العافية. صباح الخير دكتورة ندى. صباح النور مدام ليلى. بعدي اعتذر منك دكتورة ندى، مرة الماضي وقت حكيتيني حسيت اللي بدك تقولي لي بيلزموا شوي من السرية، وكان حوالي في كتير ناس فأجلت الموضوع شوي. مش مشكل، أي وقت بتلاقيه مناسب أنا جاهزة. طيب شو رأيك إيش لعندك هلا؟ هيك باخد عندك موعد كمريضة بروح لعندك على عيادة، هيك بنقعد نحكي على رواق هونيك. طيب رح خلي السكرتير تعمل لك موعد بكرة المساء على 7. منيح؟ ما بينفع الصبح دكتورة؟ لا الصبح عندي عمليات بالمستشفى.
والمساء على 7 كمان عندي مواعيد بالعيادة، بس مش مشكلة رح خلي سكرتيرة تبديك أنا غيرك، ما يهمك. طيب شكرا دكتورة. شو عم تعملي يا محتالة؟ ناطر جوزي الثقيل يلي هلا فرح هلا بيجي بيعمل لك كبسة ويعمل لك قصة. يا عمي بس لازم يشكرني، عم بياخد عنه كتف. بعد جد ثقيل هلا في مجال تسأليني شو جاي أعمل هون من دون سابق إنذار وترصد؟ شو جاي تعمل هون من دون سابق إنذار وترصد؟ طلعت براسي فكرة ونفذتها على السريع. واللي هي؟ سافر أنا وياك على شرم الشيخ 3 أيام، حجزت البطاقات ومن بكرة. شو صار لي؟ طيب والولاد؟ بيقعدوا مع أهلك شو أول مرة؟ بس فارس عندي شغل كتير كمان. موظفينك شو عم يعملوا بشرفك يعني؟ طب حبيبي ما بينفع نأجلها كم يوم، أنا عندي هيك كم شغلة بدي أخلصهم. ما حتروح رهجتها صراحة ليلى يعني، وأنا بتعرفين إنه بغير رأيي بسرعة. يمكن تروح لسنة القصة، بس قرر يعني مثل ما بدك. أنا رح أزعل كتير إذا أجلناها. بتعرفي زعلتي سائلة قلبي تخلق أو بوز. شو قررت؟ اليوم قررت اني انطرك تتوعى من النوم، اجمالا ما عم نعرف اي ساعة عم بتنام واي ساعة عم توعى. اهلا تفضل. وانا ما كنت ارضى اعمل قهوة، قلت لحالي نشربها سوا. شو الاخبار؟ ما في شي جديد. حدا اتصل؟ لو حدا اتصل كنت فيقتك. لا على الموبايل ولا على الارضي؟ على الموبايل لا، على الأرضي ما بعرف إذا بغيابي حدا اتصل ولا لا. غيابك؟ نزلت تمشيت شوي على الشط. كيف بتترك البيت وأنا نايم؟ أنت ما بتعرفي إنه أنا ما بحب يصير شيء على غفلة؟ أنا ما بحب يصير شيء معي على غفلة. شو أنت ما بتفهمي؟ طيب يعني ما بدها هالقد كمان على التليفون الأرضي فينا نعرف إذا حدا اتصل فينا أو لا؟ رح شوف. لا شكرا، فضل اشرب قهوة بالحبرت. عاصم ما في أرقام جديدة؟ ما عندي شيء اعمله هون غير اني طول بالي، كرمال هيك انا هون. منال
نعم. وين راحوا رحبوا؟ وين بدهم يكونوا يعني؟ أكيد خلصوا. لا ما خلصوا، أنت كبيتيهم. أخي هلأ بتصل على الصيدلي بجيب لك غيرهم. ما بيمشي الحال بالدرجة أنت. أنا رح جيبهم بنفسي. صحي وين الرشيدة؟ دورت عليها ما لقيت. أنا رح دور عليها، أكيد وقع هون أو هون. ما تعطي الهم عاصم، حتى لو ما لقيتها أنا بدبر لك إياهم. هي كبته. لقيتها رشيدة. هي هي؟ بلا هي. أعطيني إياها لكان. كيف بدك تروحي؟ فتح سيارتي فوق، رح أخذ سيارتك. أنا باخذك بسيارتي يمكن أسرع. مالي جبران، خليك أنت مع عاصم، ما رح أتأخر. شكلها القهوة ما بدها تصير. كل شيء بصير، بس إذا الواحد بده. يلا باي. ما في مجال تنزل لي شوي بالسعر؟ عم هذا الدواء تيجي تستعيده من الدولة، أنا ما لي خطرة. عمي كمان يعني معقول هيك؟ الله يساعد الفقير. طيب ليك حكيم، إذا لغيت هذا قديش بيبقى لك معي؟ ما فيك تستغني عنه، هذا الدواء لازم تاخده مع هذا. طيب وإذا هذا بلاه؟ هلا خليني أشوف طلب المدام بالأول وبعدين شرحي. تفضل يا مدام. تفضل. هي رشيد. الأستاذ عاصم غريب؟ عاصم بكون أخي. الله يكون بعونه، تأثرنا كثير لما سمعنا الخبر. حضرتك أخته للأستاذ عاصم؟ تعرف حضرتك؟ إيه كيف ما بعرفه، ولو حبيبنا الأستاذ عاصم، ما أنا اللي بأخذ له الخضرة والفواكه من مزرعتي. بتشارينا على حق الدواء عندك مزرعة؟ مزرعة بالاسم مزرعة، أنجا عم بتشيل همها يا حكيم. خبريني كيف الأستاذ عاصم والست نايا؟ ظهر لك زمان ما اخذت لهم الخضره والفواكه. ايه والله لي زمان. وما سمعت انه مدام توفيت؟ شو؟ ما تقول يا حكيم، ما تقول، شو عم تحكي انت؟ يا الله يا الله، ما بصدق، مش معقول. ست نايا. دكتور؟ معقول هالحكي؟ ان شاء الله اعطيه شيء هديه. اعطيه وحده الاوبر. طب كتر خيرك يا بنتي، انتو كلكم بالعائلة خير وبركة. الله يرحمك يا ستنا. تسلم يا عمو، تسلم. الله يخليك يا ستنا، إذا راح عند أستاذ عاصم خديني معك، أنا لازم أعمل واجباتي معه، وحياتك لو عارف ما كنت تركته ولا لحظة. يا عمو ما تواخذني، بس والله ما بعرف إذا كان خرج يستقبل حدا ولا لا. لا يا بنتي، كيف إذا خرج يستقبل حدا؟ لازم الفيلا تضل مفتوحة، العالم بتعزوا الأستاذ عاصم اللي يعزوه، ما بيصير هيك. الله يرحمك يا ستنا، الله يرحمك. طيب خلينا نجرب يا عمو، تفضل. كتر خيرك، كتر خيرك يا معطرة يا ستنا، يا معطرة. الو 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 الو، ممكن تعلي صوتك بس شوي لانه ما عم بسمعك. دكتوره ندى، معك ليلى.
دكتورة معليش أنا مضطرة نأجل موعدنا كم يوم لأنه جدد علي سفرة ضرورية. بحكيك لما أرجع من السفر هيك منغير الموعد منحدد موعد تاني. أوكي شكرا مع السلامة. مين عم تحكي؟ فارس معقول؟ نقصني إنه بعدين أنت من إمتى بتسألني مع مين عم بحكي؟ صاير كتير سعيدة بتذكرني بهونيك ناس تعريف؟ شو بك ليلى؟ عم بمزح معي؟ ألو؟ 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 بركي ما عندك رسالة طيب؟ بلا في رسالة بس رقم مش معروف، تفضل إذا مش مصدق. ألو؟ ألو؟ شو عمو عم تدور على شيء؟ لا لا عشو اللي دور بس هيك اللي زمان ما جيت لهون. طب تفضل. الله يرحم ترابك يا ست نايف. الله يرحمك الله يرحمك. عمو بترجاك ما تبين على حالك كثير زعلان. عاصم ماله متحمل. ايش؟ تفضل. الله يرحم ترابك. يا عمو شو اتفقنا؟ على مهلك. خلص بأمرك. تفضل. عاصم عم سرحان ما كان عارف باللي صار ولما عرف قصر يجي معي ويشوفك. استاذ عاصم الله يكون بعونك يا ابني وحياتك انا ما كنت عارف لو كنت عارف كنت جيت اول واحد على الزيتا. الله يرحمك يا ستنا يا الله يرحمك. من وين بتعرفي لعم سرحان؟ وين التقيته؟ بالصدفه لما كنت بالصيدليه الصيدلي قرا اسمك من على الرشته. عم سرحان سمع الاسم وهيك صار. تفضل ارتاح عمي تفضل. انا معي شيء يريحني غير القبر يا ابني. انا بس حبيت قوم بالواجب. اسمحوا لي لازم ارجع على ضيعتي قبل ما تغيب الشمس، هلا الاولاد بيستعبوني. الله يرحمك يا ست نايا، حبيت بس قوم بالواجب، يلا عن اذنك. عمو معقوله تروح من غير ما تشرب شيء؟ ما بدي اعذبك يا بنتي ممنونك. طب على القليله مي. ما في لزوم تعذبي حالك. سرحان عمي. في وقت، عود ارتاح شوي. ايه، وأنا برجع وصلك، معقولة تروح على الضيعة مشي؟ ما إياها ضيعتي منا بعيدة، فشخة ورا هالجبل. يا سيارتك وين؟ سيارتي؟ وين سيارتي؟ بعتها من زمان يا أستاذ لهيب على السيارة، ما كلفتني أكثر من حق التصليح. تفضل عمو بلدي إياك. عيب شو معذبتي حالك يا بنتي. ممنونك. اي فند. ايه انجي طمنيني. ايه اخبار الشغل؟ الشغل تمام الحمد لله، ادينا اهو في ايديا المراسلات هخلصها وبعد كده اروح لحسن انا خلاص وقعت هموت من الجوع. وانت لسه في الشركه لحد دلوقتي؟ طبعا يا فندم، ما هو انا الموظفه الوحيده اللي ماليش ساعات عمل محدده، ده انا حتى لما بروح البيت باخد الشغل معايا. ما كله بتمنه، ما تقعديش بقى تنقي. لا بس كده حرام، انا عايزه اعيش شويه، عايزه اشم نفسي. انا لو فضلت كده كتير هعنس، مش هلاقي راجل يتجوزني. حبيبتي انت الارسام بتيجي لحد عندك، بس اعمل لك ايه؟ ما انت اللي بتطفشيهم يا اسطى. انجي الموضوع محتاج شويه انوثه. ايه يا فندم، والله العظيم بحاول على قد ما اقدر، وبعدين الحلاوه حلاوه الروح يا فندم. طمنيني اخبار المشروع ايه؟ لا الشغل كويس جدا، بس هي الانسه ان هي اضطرت انها تروح بدري شويه. ليه خير؟ حصل ايه؟ مش عارفه، واضح انها تعبت. طب انجي من فضلك شوفيها ولو محتاجه دكتور ابعتي لها دكتور فورا. بس ده شغل اضافي ده يا فندم. ها عموما هطمنك عليها حالا من عينيا.
الو، مال صوتك يا ناي؟ ماشي، كنت نايمة. لا ده مش صوت واحدة نايمة خالص. انت تعبانة اجيب لك دكتور؟ صدقيني ما في شي، يمكن تعبانة شوية من الشغل. لا بقى، انت كده بقى عايزة استاذ كريم يطردني من الشغل. ليش، وخاصه استاذ كريم؟ ما هو استاذ كريم اتصل بي علشان يسألني عليكي. قمت انا قلت له ان انت روحتي، سألني ليه؟ قلت له علشان انت تعبانة، رح أمرني أن أتصل بيكي وأطمن عليكي وأشوفك محتاجة دكتور ولا لأ. سلميلي على أستاذ كريم وتشكري لي على اهتمامه وطمني أنه أنا صرت منيحة. بكرة رح أرجع على الشغل وكأني خلقاني من أول وجديد. اللي تشوفيه حبيبتي. صباح على خير. سرحان، ما بدك تخبرني شو صاير معك يا سرحان؟ ست ناية عطتك عمره يا عفيفة. عم تحكي عن الصبية الحلوة مرته ل مرته للأستاذ عاصم. لك يا دعانة بعدها بأول عمره، شو عنده أولاد؟ ما عنده. أحسن، كانوا تيتموا المساكين. بس في مشكلة مش عارف كيف بدي حله. مشكلة شو؟ متذكرة لما بعت السيارة؟ ما بعلمك انت مأجرة وعم تقبض اجرتك الاول شهر. انا هيك حكيت، قصد لانه الشغله كان فيها سر. كيف يعني سر؟ توعدين انه ما بتحكي لحدا؟ لمين بدي اقول، للدجاجات او للعنزات يا سرحان؟ للولاد يا عفيفي، للولاد، لانه اذا عرفوا رح يزعلوا كثير. وخليهم يزعلوا، السياره سيارتك وانت حر فيها. لا يا عفيفي، السياره منا سيارتي، سيارتي من حق الولاد، بعدين بعد اللي بدمتها نص حقها. مين هي؟ ست نايا. مبروك السيارة ستنا، إن شاء الله بتهني فيها. الله يبارك فيك سرحان. مثل ما اتفقنا هالقصة ما بدي حدا يعرف فيها. تفضل. ولو يا بنتي، ليش شو عم تعملي؟ يعني مش ضروري، شو أنت رح تهربي؟ ما بتعرف الدنيا فيها موت وحياة. ستنا يا أنت دايما بتجيبي سيرة الموت، ليش يا بنتي؟ حرام. المهم هلأ المبلغ منه كامل. سمحني يا سرحان، ما قدرت أمن لك المبلغ كله، بس بوعدك أسبوع الجاي رح يكون المبلغ كله مع خيي فادي. لهي أنا عم سرحان مش مرتاح للفكرة، يمكن بفضل إنه نأمن له المبلغ قبل ما ناخد السيارة. على كل من هلأ لوقت بس تأمن المبلغ حكولي. لهي أستاذ لمين رايح؟ ولو مش بيناتنا هيك مبلغ. مبروك عليكم، بعدين بنتحاسب. ما عديت المصاري يا سرحان. ليش بدي عده؟ لأنه هيدا نص المبلغ وانت لازم تعرف كل التفاصيل قبل ما تاخد قرارك النهائي. ولا يهمك ستنا، بعدين بنتحاسب. مبروكي، ضلي بخير. مثل ما وعدتك، اسبوع الجاي المبلغ كله رح يكون عندك. هالسيارة على كل احوال رح تضلها معك، ولما انا عوزها باخذها. اوكي. مرقت اول جمعة ما شفت حدا، مرقت تاني جمعة كمان ما شفت حدا. طب ليه ما رحت انت طلبت بحقك يا سرحان؟ استحيت يا عفيفي، استحيت. بعدين نحن متفقين انه الموضوع يضل سر بيناتنا وخصوصي على جوزك. لك الله يسامحك على هالعملية يا سرحان. مش بس هيك يا عفيفة. لك شو في كمان؟ السيارة اختفت. لك كيف يعني اختفت؟ مثل ما عم بقول لي، ما هي قالت لي انه اذا السيارة عزتها رح ببقى بستعملها. بيوم من الايام استفقدتها ما لقيتها، قلت اكيد عزتها. تاني يوم وعيد بكير ورحت، كمان ما لقيتها. ثالث يوم زيت الشيء. ولما رحت عز الاستاذ عاصم فتش على السيارة قدام الفيلا ما لقيتها. يعني وين بدها تكون راحت؟ علمي علمك. طيب ليش ما بتروح بتسأل خيا؟ بلكي بيعرف شي عنها. ما المشكلة انه خيا كمان اختفى. هو كمان اختفى؟ ايه، خافي ما يكون هو اللي اخدها واللي اختفى فيها.
مالك يا نور؟ لا ما فيهاش حاجه كويسه، بس روحي شويه. طب ما تروحي، انت لو فضلتي قاعده معانا كده لاخر النهار هتتعبي قوي. هروح ازاي يعني واسيب الشغل؟ مش هينفع. اما مايا لما تعبت امبارح روحت، ما فيهاش حاجه يعني. مايا دي دلوعه، مش واخده على الشغل بتاعها. انا قصدي يعني ان رغم ان المشروع ده مشروعها ورغم ان كل تفصيله فيه لازم ما تعديش عليها، لما تعبت روحت عادي. صباح الخير يا رجاله. صباح الخير. ازيك يا انشي؟ عامله ايه؟ الحمد لله. انشي اهلا وسهلا. اشتقت لك. عامله ايه دلوقتي؟ صحتك احسن؟ من وقت ما حكيتيني صرت احسن الحمد لله. تعرفي استاذ كريم كان هيموت لما عرف انك تعبانه امبارح. استاذ كريم قلبه علينا كلنا، في الخير. لا مش كده وبس، ده كان كمان عايزنا نطلب لك الدكتور. لا ما بدها هالقد يعني، بالنهايه كان شويه ارهاق وخلص راح. الاستاذه انجي هنا مشرفانا والله. اهلا اهلا. عامل ايه؟ استاذ كريم مصمم ان هو يكلفني بالمهام الصعبه وبعتني عندكم علشان اطمن على سير الشغل. إيه كيف والله ماشي الشغل كده؟ نهى 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 اسعاف نهى اسعاف عشلو مالك نهى تعبانه من الصبح قلت لها روحي ما سمعتش الكلام يا نهى نهى الو الاسعاف ورقة 310. شكرا. اوكي. بتطلع على البحر؟ لحياتي عشر مشيخ شو لك يعني؟ اكيد على البحر. اقرب سكة من فين؟ الو. ايوه انجي. ايوه استاذ كريم. انا اسفه انا مش عايزه اعطلك، بس في حاجة حصلت وقلت لازم ابلغك بيها. حاجة ايه؟ نهى دخلت المستشفى. انت بتقولي ايه؟ خير دكتور؟ الأنسة نهى ما عندهاش حالة عضوية، كل اللي عندها شوية ضغوط وستريس، هكتب لها بعض أدوية الأنتي ستريس ومفيش داعي انها تقعد في المستشفى. مرسي دكتور. المهم انها تبعد عن المسبب الرئيسي اللي سبب لها الحالة دي وترتاح في البيت يومين ثلاثة. ان شاء الله. خير يا دكتور طمني. مفيش حاجة شوية ارهاق. أنا قلت كده من الصبح، قلت لها تروح ما سمعتش كلامي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا دكتور، ميرسي جدا. شكرا يا دكتور. خبرت أستاذ كريم؟ أه طبعا قلت له. شو رأيه؟ طلب مني أدفع مصاريف المستشفى وأديها إجازة مفتوحة. شو يعني إجازة مفتوحة؟ يعني تروح البيت وترجع الشغل وقت ما تحب. بس؟ جرايين إيه؟ انت عايزه استاذ كريم يسيب شغله علشان نهى دخلت المستشفى؟ معاك حق. مش كفايه انه هتكفل بكل المصاريف؟ يلا بقى انا لازم ارجع الشركه. انا لازم ابقى معها لكن اجت اختها. فيك الخير يا حبيبتي. مش معقول اتركها وهي بهالحاله. عايزه مني حاجه قبل ما ارجع الشغل؟ سلامتك. باي باي. انجي. اي ما عبالك قهوه؟ قولي لي بقى يا ستي ايه سر العزومه المفاجاه دي؟ اول شيء بعتذر اذا اخذتك عن شغلك. لا ولا يهمك، مفيش اي حاجه. اسألي. مش عارف فيك انه بدي اسأل. على فكرة مش ذكاء مني خالص، عشان عينيك هي اللي بتسأل. بعرف انه ما بحق لي اسأل هيك اسئلة. اسألي يا حبيبتي وعرفي كل اللي نفسك فيه. انا وانت بنعرف ليش نهى انهارت وطرينا نجيبها على المستشفى. وما دام عرفتي بتسألي ليه؟ لانه بلشت احس انه وجودي بهالشركه بلش يتحول لمشكله. لا خالص، انت مالكيش دعوه باي حاجه، اي واحده مكانك كانت هتحصل نفس المشكله. لا
لهالدرجة بتحبه؟ لدرجة إنها بقت عبء علي، وهو يا عيني متحمل مسؤولية العبء ده. كيف يعني؟ أصل أستاذ كريم ده إنسان طيب قوي، عمره ما تعامل معانا على أساس إن إحنا موظفين عنده، يعني ما بيعرفش يبقى بص على حد. واضح. نهى بقى عرفت إزاي تدخل حياته، وعرفت إزاي تختار الوقت المناسب الصح. لعلمك بقى نهى دي إنسانة مش سهلة أبدا، وإوعى تصعب عليكي. شو يعني الوقت المناسب؟ أستاذ كريم كان خارج من علاقة فاشلة، وكان بيمر بأتعس أيام حياته،